بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من الحاجات المهمة جدا للناس ترابطها اللي هو فكرة الدمج، إن أنا أدمج أكتر من صورة في التصميم اللي هو ديجيتال أرت. طبعا أنا جبت مجموعة صور عشوائية من النت، وهبدأ دلوقتي أختار مساحة الخلفية، خليها مثلا 90×60، وهخلي ريزولوشن مثلا 150 بالإنش. بعد كده هبدا اسحب الصور. انا طبعا ازلت الخلفيه من قبل كده، وزي ما احنا شايفين الصور صغيره جدا وهيبقى الريزولوشن بتاعه ضعيف، وهنشوف ازاي نرفع الريزولوشن بتاع الصوره بافضل طريقه. هاخد مجموعه الصور واحاول اوظف وقفه كل شخصيه، طبعا هي شخصيات منطقاه كده بشكل عشوائي زي ما احنا قلنا. البورتري هيبقى 4 اشخاص، انا طبعا هحاول اسرع الفيديو شويه لوقت الفيديو، الست اخليها على الطرف، واخلي الراجل اللي هو بيمثل الجد يعني في الوسط، والطفله احطها امام الست اللي هي بتمثل الجده. زي ما احنا شايفين دلوقتي، وهبدأ أستغل الإيدين بتاعة الشخصيات اللي موجودة عندي في الصورة. الإيد بتاع الشاب هبدأ زي ما احنا شايفين، هبدأ بالبنتول أقصها وأخد منها نسخة، وأحطها أمام الصورة التانية. زي ما احنا شايفين كده، كأنه بيشير للصورة الأمامية، صورة الجدة مثلا أو صورة الطفلة. أبدأ أقرب الشخصيات شوية من بعض زي ما احنا شايفين. البنت نفس النظام، ممكن أخلي الجدة كأنها بتحضن عليهم، أخلي كأن الجدة بتحضن عليهم. ده الإيد أمام البنت زي ما احنا شايفين، كأنها بتحضر عليها زي ما احنا قلنا. وده فن توظيف الصور في الدمج. هبدأ دلوقتي أغمق الأجزاء اللي هي تبقى أسفل الإيد، فكأنه ظل أو مكان تطبيقة الإيد زي ما بيقولوا يعني، وأبدأ أنعمها. هخف السترينجز بتاع السموتش تول زي ما احنا شايفين. بعد كده هحاول انعم الحواف بتاع اليد.
نفس النظام، إيد الشاب هبدأ أخفف أو أنعم الحواف بتاعة الإيد زي ما احنا شايفين. طبعا الصورة نفسها ريزولوشن بتاعها ضعيف جدا جدا، هنبدأ نرفع ريزولوشن والحاجات دي كمان بإذن الله هتختفي. هنا كفة الإيد أو الإيد نفسها أعلى شوية من الإيد اللي لازقة في الصورة، نبدأ ننزلها كده. مبدئيا الصورة أو التصور يعني بتاع الدمج اللي احنا هنعمله، كف اليد ممكن أزيد كف إيدي يبقى كأنه كف إيد الشاب، وده أنا أبقى حريص على صابع الإبهام هيبقى فين علشان يبقى الأمر واقعي، مفيش حد إيده مقلوبة، هيبقى كأن الشاب حاطط إيده على كتف الجد وبيشاور بالإيد التانية. طبعا لو خلينا الجد يحط إيده على كتف الجد ده مش هيبان أصلا من راس البنت، فما عملناش كده يعني. الصورة أخف شوية الظل اللي تحت الإيد اللي هي حاضنة بيها الطفلة، وهبدأ أظبط السايز بتاع الصورة. هنا هجمد الأربع شخصيات وهملى بيهم الصورة زي ما احنا شايفين. هخليهم غير واحد زي ما احنا شفنا. طبعا رجعت تاني وضغطت شيفت على الصورة الأخيرة عشان أقول لكم إنه بتضغط على أول لاير وآخر لاير بتضغط على شيفت قبل ما تضغط عليه، فبيجمد لك أو بياخد لك الصور كلها بيحددها، تقدر تجمدها بعد كده كنترول إي بيجمدها. هنا دي طريقة أو محاولة لعمل خلفية، طبعا ممكن تتعمل خلفية، ممكن تجيب خلفية جاهزة حسب وجهة نظرك وحسب ذوقك. فهنا هنعمل خلفية وبعد كده هنتراجع عنها ونعمل خلفية جاهزة، ولكن هي الفكرة إن إحنا ممكن نستحدث خلفية ونجيبها نعملها إحنا، وممكن إن إحنا نجيب خلفية جاهزة ونبدأ نعدل عليها. هاخد أماكن الإضاءة وآخد ألوان تكون فاتحة من الصورة وهخليها كأنها أماكن الإضاءة. هنا بختار البراش خدت اللون الأزرق الفاتح، زودت الإضاءة بتاعته شوية وهبدأ أجي أماكن الإضاءة. طبعا هنا لأن الصور متجمعة من أكتر مكان فمكان الإضاءة مش ثابت، عشان كده اتراجعت عنها شوية وبعد كده خدت مكان الإضاءة من بشرة الست لأنها أفتح من الراجل والشاب. خليت اتجاه الإضاءة اللي هو جاي على وشها الرئيسية. هنا عمقت الأجزاء اللي هي بيكون الإضاءة واصلة ليها أقل شوية زي ما احنا شايفين. هنا برضه ظبطت الإضاءة شوية. كده كأنها تأثير من ألوان الثياب أو يعني برضو إضاءة يعني بس بألوان مختلفة شوية. وهبدأ بعد كده هعمل بلار للصورة، هاخد موشن بلار أزود سنة وأظبط الاتجاه حسب رؤيتي، وأبدأ بعد كده هاخد نسخة من الصورة دبل كيت وهصغر مقاسها أخليه مثلا 50 بالإنش، وأبدأ أستخدم سمادج تول في تسييح الأجزاء المضيئة عشان تبقى الحواف بتاعتها مهيش حادة تبقى مشنشرة تديلي التأثير بتاع السبلاش كده. فباخد
رشات تكون مناسبة يعني. احنا شايفين طبعا مقاس الصورة 60x90 كبير شوية، فالتأثير مش واضح قوي، بيبقى واضح أكتر في الصور اللي مقاسها صغير يعني. بعد كده هسحب الخلفية، طبعا أنا لسه ايه برضو مش عاجبني التأثير قوي، فقلت أزوده، فجبت برش يكون حد يعني تكون الأجزاء بتاعتها أكثر حدية، فتبين السبلاشنج أو الحواف المشنشرة دي أكتر. هنا بتأكد بالسايز لأن التأثير مش ضعيف، صغرت الصورة شوية، مش قوي أقصد، صغرت الصورة شوية عشان التأثير يبقى أسرع وأقوى. بعد كده هاخد الخلفية وهسحبها الصورة التانية. طبعا لغاية دلوقتي برضو أيوة هنا التأثير ظهر أكتر أهو لما غيرت البرش، خدت الخلفية نقلتها على الصورة التانية. بعد كده هعمل كنترول جي وهاخد الخلفية احطها قدام، ابدأ امسح بلاستيكة نفس نظام الاستيكة الحواف بتاعتها مشنشرة علشان تبقى الجزء السفلي من الصورة متداخل مع الخلفية. هنا انا عايز اجيب خلفية تانية، اجرب خلفية تانية برضو، يبقى انا هجرب خلفية نعملها وخلفية من على النت. فجبت اشهر خلفية موجودة يعني اكل عليها الدهر وشرب، لكن انا بستظرفها بصراحة. ممكن تغير من لونها زي ما انت عاوز. هنا هرجع الخلفية اللي استغنينا عنها لورا وهبدأ اشتغل على الخلفية دي. هرفع بس اماكن الاضاءة زي ما احنا شايفين، هنزودها، واماكن الظل برضه هنزودها. وبعد كده هاخد نسخة اطلعها قدام، طبعا كنترول دال اطلع النسخة، اطلع الخلفية اللي قدام، كنترول الجيم برجع الخلفية لورا زي ما انا عاوز او اللي لورا. هنا زي ما احنا برضو عارفين بلاستيكة نبدأ نمسح ونسيب الجزء السفلي مشنشر عشان تبقى الصورة كأنها متداخلة. هحفظ الصورة، احفظها طبعا في مكان مخصص، فولدر مخصص لبرنامج المحاكي للتليفون عشان انا منزل عليه برنامج ريميني عشان ارفع ريزولوشن بتاع الصورة. طبعا برنامج ريميني هو افضل برنامج لرفع ريزولوشن الصورة حتى الان، اعلى حتى من الفوتوشوب نفسه زي ما احنا شايفين. بفتح البرنامج، خدت الأمر. طبعا هو بيضطرك إنك تتفرج على إعلان مقابل إن هو يقوم بعملية رفع الجودة بتاع الصورة. طبعا فكرة برنامج ريميني قائم على حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي، إن هو بيحتفظ بملايين من صور الشخصيات، فبيطابق صورتك بأقرب صورة شخصية ويبدأ يعمل إحلال، ياخد عينه ويحطها لك، ياخد مناخيره ويحطها لك، أي حاجة شبيهة بأي حاجة عندك ويكون الريزولوشن بتاعها أعلى بيحطها لك. هنا حفظت الصورة بعد ما ظبطت الجودة بتاعتها. هبدأ أخد الصورة، لو بصينا صورة الشاب هنلاقي الريزولوشن بتاعه عالي زي ما احنا شايفين، الراجل نفس النظام، الست والطفلة. عندي حاجات بسيطة عايزة بس إيديت. هبدأ بسمارت تول، أختار البرش بتاع تنعيم البشرة. طبعا برش تنعيم البشرة ده يعني مهم جدا ان اكون عارفه، ولو مش موجود ازاي اعد برش لتنعيم البشرة، ان لازم السبيسينج تتلغى، جزء بتاع السبيسينج تتلغى، ما يبقاش فيه اي حاجة
نفعلها وعليها صح علشان ما تعكسكش وانت بتنعم البشرة. هبدأ أنعم الوجوه كلها. أدي الأول أنشربن للصورة عشان تبقى حديتها أعلى، وبعد كده التأثير بتاع البنت يبقى أفضل عليها. هنا زي ما احنا شايفين بنعم البشرة، نفس نظام بشرة الست. طبعا مش بشتغل بنسبة 100%، لأن هو ده بس زي نموذج استرشادي لعملية الدمج والشغل ديجيتال أرت، ولكن ممكن يعني في الفيديو منفرد، بس الفكرة في الوقت بتاع الفيديو، لأن الفيديو وقته بيطول غصب عن الواحد طول ما أنت بتشتغل على الصورة، طول ما أنت بتاخد وقت. فإحنا بنعمل بس يعني فكرة لكل حاجة. المفروض إن أنا بنعم الوش كله، وبتجنب الأماكن اللي هي ما ينفعش إنك تشتغل فيها إلا بطريقة معينة، زي العينين، زي السنان، الشعر. فدي لها طريقة، حتى لو أنت تشتغل عليها بسمادج تول لها طريقة معينة، وفي فيديوهات أنا عاملها شغال في الأجزاء ديت، ممكن يعني تشوفوها على القناة بإذن الله. هنا أنا طبعا أي حاجة في الصورة محتاجة شغل بعملها، بغمق مكان الكف الإيد الصابع. أنا أقل السترينجز بتاع البراش لأنه قوي زيادة عن اللزوم، وأبدأ أكمل تنعيم مرة تانية. البشرة بتاع الشاب أبدأ برضه معاها، زي ما احنا شايفين. السترينجز بتاع البراش بتاع تنعيم البشرة خليه مثلا أنا عامله هنا 19 زي ما انتوا شايفينه. خش على ستايلايز واختار اويل بينت، وابدأ أدي الفلتر. هنا طبعا فلتر حادي أوي أوي، فأنا أبدأ أخففه سنة. أراعي جدا العينين. هنا التأثير بتاعه مش حاد أوي، هرجع تاني أدي اويل بينت أزود التأثير، وهاخد العينين من الصورة الخلفية، لأن طبعا في نسخة تانية من الصورة لاير واحدها. هدي ستايلايز تاني البينت، أزود الحدية، أزود التأثير بتاع ستايلايزيشن. هنا هبص على الشعر، أنا يهمني الوقت الشعر، أيوة أحس إن الشعر خد التأثير، لكن وش زي ما احنا شايفين السنان راحت هي والعينين والكلام ده. فأبدأ أمسح بالأستيكة الأماكن اللي مش عايزة تاخد التأثير بتاع الأويل بنت بالحدية دي، فبيظهر لي الصورة اللي موجودة في الأسفل. وبعد كده الصورة اللي في الأسفل هدي لها برضو تأثير الأويل بنت لكن بحدية أقل، وأبدأ أنعم زي ما أنا عاوز. دي الصورة الأسفل، طبعا خدت منها نسخة، وخفيت الصورة الأمامية، وهدي أويل بينت، وهخلي الحدية بتاعته أقل شوية. أنا يهمني دلوقتي إن ما يبقاش فيه فواصل ما بين الصورة الأمامية والصورة اللي تحتها السفلية. أضغط أوكي، أظهر اللاير اللي أنا كنت خافيه. ده الصورة زي ما احنا شايفين، لو أي حاجة بسيطة طبعا بعملها. طبعا لو الصورة دي رايحة للعميل في حاجات طبعا عايزة تتظبط منها، ودن الشاب المفروض إن أنا كنت أظبطها أكتر من كده، ولكن زي ما احنا قلنا ده فيديو تعليمي. هاي باس عشان أزود الشاربين بتاع الصورة، خليته هنا على 10. اخترت الأوفرلاي، فالصورة حديتها زادت شوية زي ما احنا شايفين. هبدأ دلوقتي أبيض الأماكن بتاع العين. الأول هنعم الأجزاء اللي هي فاصل ما بين التولايرز اللي فوق بعض عشان ما تبقاش موجودة. المناخير والحاجات دي تبدأ تتظبط طبعا.
اللي احنا شايفينه. هبدأ أرفع الإضاءة في بياض العينين، لون العين نفسها، أماكن اللمعان اللي بتبقى في البشرة زي المناخير مثلا، الحاجات دي بتبقى لها تأثير كويس في الصورة. طبعا الأنف هنا محتاجة تعديل أصلا، تأسست تسيح شوية أو أخفف اللي زي ما هنشوف في الآخر، أخفف الساتوريشن بتاع الصورة دي خالص، وهدمجها مع الصورة اللي هي مقفولة بالقفل عشان أقلل الحدية بتاع تأثير الأوي بنت. زي ما احنا شايفين خليتها على 82%، فهنا ايه الحدية خفت سنة، لكن طبعا زي ما احنا شايفين دي الصورة النهائية. طبعا زي ما احنا قلنا ده فيديو تعليمي، فده مش يعني أفضل حاجة احنا بنعملها، ولكن للأسف احنا بنحاول ان احنا نلخص عشان وقت الفيديو. أي استفسار بتسيبه لنا بنرد عليكم ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.